أنفع علاج لهذه الفتنة العظيمة، لهذا المرض، مرض القنوط من رحمة الله، هو شيء واحد بس يا جماعة، شيء بنسميه العلم. العلم بأسماء ربنا وصفاته، معرفة ربنا سبحانه وتعالى، حق المعرفة، فهم صفات ربنا من الكتاب والسنة. من أعظم الصور والمشاهد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصورها لنا في القرآن الكريم صورة العفو وعدم اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لأي حد تمادى في الظلم أو تمادى في المعاصي. ربنا بيقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى بينادي على الخلق يوم القيامة اللي تمادوا في الغي وفي الظلم وفي البغي وفي المعاصي، ومع ذلك بينسبهم لذاته. شوفوا الكرم، ويقول لهم يا عبادي بلسان اللطف والرحمة، ثم يقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا. وتبدأ الصورة تكتمل، ربنا سبحانه وتعالى يقول تأكيدا على المعنى ده: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويأكد عليه مرة تانية لما يقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شوفوا الحرص ده من الشرع على بيان رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن هي تشمل كل ظالم وكل عاصي. ويقول الحق في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يغفرها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ربنا بيقول يا جماعة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيوة، هناك عذاب وهناك وعيد وهناك عقاب شديد لن يتخلف، لكن ليه نستبدل باختيارنا العذاب والنقمة بالخير والرحمة والنعيم الأبدي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. الصحابة استغربوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد أوجبت لكم مغفرتي، يا رب ارزقنا حب لقائك وارزقنا الشوق إليك، إننا نرجو مغفرتك.